انه تكون الوكاله متبعه. اذا استمر بعد ماده دخليه يستخدمها الجسم في التوميه قالوا حاجه اسمها مقدمات للصراط الالكتروني تكون تطوري او شيء هذا مجرد تسميات. طبابة مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج طبابة. يا جماعة الخميس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، صراحة سعادة وراحة نفسية كذا، خلاص تستعد للويكند. وأكيد دائما أي حاجة تسويها يوم الخميس من عمل من شغلات بتسويها في حياتك دائما تكون ممتعة. اليوم حلقتنا كمان أكيد حتكون ممتعة بضيافة دكتور متخصص ومتميز في مجال أمراض الكلى للأطفال. حنتحدث بإذن الله عن مختلف المحاور المتعلقة بأمراض الأطفال الخاصة طبعا فيما يتعلق بالكلى وكل ما يتعلق بالكلى داخل جسم الطفل. أتوقع كمان أنتم فرحانين اليوم، مبسوطين بهذه نهاية الأسبوع، أكيد كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين، وما في يعني خلينا نقول مانع من انه احنا ناخذ معلومات طيبة وجميلة ونختم فيها ان شاء الله الاسبوع، وتكون باذن الله معلومات تفيدنا باذن الله في كل ما يتعلق بامور حياتنا وكل ما يتعلق باطفالنا وابنائنا، كيف نتعامل معاهم وكيف نتصرف في حال وجود مثل هذه الامراض اللي حنذكرها اليوم، الامراض الخاصة بكلى الاطفال. طيب خلونا الآن نرحب بسعادة الدكتور عاطف الموجي استشاري الأطفال وأمراض كلى الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. حياك الله يا دكتور، حياك، يعني أنا بصراحة مرة سعيد في هذا التوقيت وفي هذا اليوم وبتواجدك معنا. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أستاذ سعيد أنت وسادة المستمعين، وأشكركم على الاستضافة وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع بإذن الله. أكيد إن شاء الله يا دكتور بتواجدك وبطرحك إن شاء الله حتكون حلقة ممتعة وجميلة بإذن الله. طيب خلونا نذكر قبل ما نتكلم عن أي حاجة إنه هذه الحلقة برعاية مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، كل يوم خميس رعاية من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بيقدم لنا مواضيع متخصصة في مجال الطب مختلفة تفيدنا في حياتنا من خلال إجابتنا على العديد من المحاور اللي يعني بيقترحها الدكتور، وبيعتقد انه مهمة جدا للمستمع الكريم انه يعني يتعلم يفهم عنها، وطبيعي انه بإذن الله حنستفيد بإذن الله من خلال طرح الدكتور اللي حيعطينا معلومات قيمة ومهمة في تخصص دقيق يعتبر مجهول عند الكثير، فاليوم بإذن الله حنستفيد. خلونا بداية نذكر بأرقام التواصل للي حاب يسأل يستفسر يطرح سؤاله، هاتف البرنامج اللي حاب يتواصل معنا طبعا مباشرة من خلال هاتف، الرقم الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. رسالتك النصية عن طريق STC 85-1040 وزين 70-13-13 وموبايلي 66-3-1. حياك الله يا دكتور عاطف، خلينا نبدأ بداية يا دكتور ونتحدث عن تخصص أمراض الكلى عند الأطفال، نبغى نفهم كذا بصفة عامة معلومات قيمة تفيدنا بصفة عامة. في الحقيقة تخصص أمراض كلى الأطفال هو فرع دقيق في طب الأطفال يختص بدراسة وظائف الكلى والأمراض التي تصيب الكلى والجهاز البولي في الأطفال. في الحقيقة من الحاجات اللي بتتميز بيها مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية واللي كلنا بنفخر بيها ووجود معظم التخصصات الطبية الدقيقة في جميع تخصصات الطب وبالأخص في طب الأطفال. جميل جدا. طيب خلينا كمان قبل ما أقول نبدا عن وظائف الكلى ونتعرف على الوظائف اللي بتعملها الكلى، خليني بس أذكر دكتور عن موضوع كلمة الكلى، هي اللي هي النطق الصحيح لها، احنا في العادة دائما بنقول الكلى الكلى الكلى، لكن هو في الحقيقة هو اللغة العربية هي الكلى، كلية والجمع كلى، تمام، والكليتي
لكن الاسم الدارج طبعا بنقول امراض كلى الاطفال او كلى الاطفال، ودي من الحاجات الكويس جدا انت نبهت الساده المستمعين ليها ان هي امراض كلى الاطفال. صحيح. يعني انا لما كلمتك دكتور قلت لك اليوم عنواننا حيكون عن امراض الكلى، قلت لي لا يعني الصحيح انه امراض الكلى، فجميل انه احنا نعرف ايش النطق الصحيح. ويعني في اشخاص مثلا بيسم يعني بنسمع بيقولوا الكلى فنروح نقول له لا قل الكلى، يعني بنعطيه الاجابه الخطا للاسف. فلا، الاجابه الصحيحه لكلمه الكلى هي الكلى يعني بضمها، يعني ممتاز جدا. طيب خلينا نتكلم الان دكتور عن موضوع وظائف الكلى، ايش الوظائف اللي بتسويها الكلى داخل اجسامنا؟ وفي الحقيقه ده سؤال مهم جدا. هي الكليه هي من اهم اعضاء جسم الانسان، زي ما احنا عارفين هي اشبه بحبه الفاصوليا، بتوجد في توظيف البطن من الخلف على جانبي العمود الفقري، ده المكان اللي بيتكون فيه البول، وبعدين البول يمشي في المسالك البوليه، يبدا بحوض الكلى ثم الحالب ثم المثانه البوليه، وهو ده المكان اللي بيتجمع فيه البول حتى يتم التخلص منه خارج الجسم عن طريق قناه مجرى البول. قناة مجرى البول طبعا بيختلف طولها من الذكور للإناث، في الإناث بتكون أكثر كثيرا من الذكور. الوظائف الرئيسية للكلى هي تنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عمليات الهضم والتمثيل الغذائي والتخلص منها في البول، كمان المحافظة على توازن كمية السوائل والأملاح داخل الجسم، يعني لو في الجو الحار مثلا اللي احنا فيه دلوقتي وفي زيادة في التعرق أو ما بناخدش كمية سوائل كفاية، فتبدأ الكلية تركز البول بحيث أنها تحتفظ بكمية أكبر من السوائل داخل الجسم. نفس الحكاية لو في لا قدر الله في الأطفال بعض الترجيع أو بعض الإسهال، برضو نفس الحكاية الكلية بتحاول تحافظ على كمية السوائل داخل الجسم عشان ما يحصلش جفاف. على العكس في الشتاء أو مع شرب المياه الكثيرة ممكن الكلية تزود كمية إفراز البول بحيث تحافظ على نسبة السوائل جوه الجسم، كمان بتحافظ على توازن كل الأملاح داخل الجسم من الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، كل الأملاح داخل الجسم. كمان هي مسؤولة عن معادلة حموضة وقلوية الدم، تحافظ على درجة حموضة معينة في الدم بحيث أن هي تبقى الدرجة المناسبة لكل أعضاء الجسم أن هي تقوم بمهامها على أكمل وجه. كمان للأسف احنا بنقول من الحاجات اللي مش مشهورة جدا عن الكلية أن ليها وظائف هرمونية، يعني هي مسؤولة عن إفراز بعض المواد والهرمونات، والهرمونات دي مسؤولة عن ضبط الدم، يعني عندنا هرمون اسمه الرينين أو البروستاجلاندين، ده بيحافظ على مستوى ضبط الدم في المعدل الطبيعي في الإنسان. لو حصل أي انخفاض أو ارتفاع في ضبط الدم تبدأ الكلية تشتغل وتفرز الهرمون المناسب عشان يحافظ على ضبط الدم، بالإضافة طبعا للتحكم في وظائف في كمية السوائل اللي في الجسم. كمان بتسيز هرمون مهم جدا اسمه الإريثروبويتين. الإريثروبويتين ده هرمون مهم جدا بيحفز النخاع العظمي انه هو ينتج كرات الدم الحمراء. كمان الكلى مسؤول عن تنشيط فيتامين د، وفيتامين د مهم جدا لصحة ونمو العظام والأسنان في الأطفال. فالحقيقة الكلى من أذكى الأعضاء كده داخل الجسم. جميل. طيب الدكتور يعني خلينا نوضح كمان للناس ونقولها بشكل مباشر وبسيط، انه موضوع عدم شرب الماء مثلا هل بيؤثر على موضوع الكلى؟ اكيد اكيد. دايما بننصح كل الفئات العمريه ان هي تشرب كميه مناسبه من السوائل، يعني نقول في الكبار على الاقل 3 لتر في اليوم لازم نشربهم، ده بيحافظ على كميه السوائل جوه الجسم، بيحافظ على وظائف الكلى، بيمنع قصور الكلى، بيقلل التهابات الجهاز البولي، ليها فوائد جدا السوائل في الجسم. ممتاز جدا. طيب خليني اذكر مستمعين الكرام بارقام التواصل قبل ما نروح للفاصل. الرقم الاول 011-21-78-585، والرقم الثاني 012-61-61-100. رسالتك النصية تقدر عن طريقة ترسل استفسارك وتطرحه على الدكتور STC 8-15-40 وزين 70-13-13 وموبايلي 66-3-1. زي ما ذكرنا لكم مستمعي الكرام عنوان حلقتنا اليوم عن أمراض الكلى لدى الأطفال،
وضيفنا اليوم الدكتور عاطف الموجي استشاري الأطفال وأمراض كل الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. يلا خلونا نطلع هذا الفاصل القصير ونرجع إن شاء الله نكمل حلقتنا اليوم. يلا وسهلا فيكم الجديد في الجزء الثاني برنامج طبابة، وضيفنا اليوم دكتور عاطف الموجي استشاري الأطفال وأمراض كلى الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. حدثنا قبل فاصل عن تخصص أمراض الكلى عند الأطفال، وكمان أخذنا نبدأ عن وظائف الكلى. الآن دكتور أبغى أسألك عن أنواع الأمراض اللي بتصيب الكلى والجهاز البولي عند الأطفال. الحقيقة أمراض الكلى في الأطفال بتختلف شوية عن أمراض الكلى لدى البالغين، يعني حسب نوعيتها والمسببات فيها. بس نقدر إن احنا نقسم أمراض كلى الأطفال لعدة أقسام. أول حاجة هي الأمراض الوراثية. المقصود بالأمراض الوراثية إن الطفل بيتولد بيها نتيجة خلل معين في الصبغيات أو في الجينات أثناء تكوين الطفل نفسه، والأعراض بتاعتها لإما ممكن تظهر مباشرة بعد الولادة أو ممكن تتأخر لمرحلة الطفولة والبلوغ أو حتى ما تظهرش إلا لدى البالغين، ودي في الغالب بتبقى نتيجة خلل جيني بيؤثر على بعض الإنزيمات والحاجات المهمة للكلى اللي هي تقوم بوظيفتها بصورة مناسبة. كمان في مشاكل تقلقية أثناء تكوين الكلى والجهاز البولي، وده بيحصل أثناء تكوين الكلى في الجنين داخل الرحم. يعني مثلا الطفل يتولد بكلية واحدة، يتولد عنده ضيق أو انسداد في المسالك البولية، يتولد عنده تكيسات أو تحوصلات على الكلى، كل دي لها مشاكل تخليقية أثناء تكوين الكلى. في بقى الأمراض المكتسبة اللي هي الطفل بيبقى سليم والكلية بتاعته سليمة، بس بيحصل له مشاكل وأمراض تؤثر على الكلى، لإما مباشرة يعني بعض الأمراض تصيب الكلى مباشرة، أو هناك بعض الأمراض التي تصيب الجسم بصورة أو بأخرى وتؤثر بالسلب على الكلى. تمام. ومن أشهر الأمراض اللي تصيب الكلى هي العدوى الميكروبية للكلى والمسالك البولية، التهابات الكلى المناعية، المتلازمة الكلوية أو زي ما بنطلق عليها المتلازمة النفروزية، كمان الفشل الكلوي سواء الحاد أو المزمن، ارتفاع ضغط الدم في الأطفال كتير جدا دلوقتي. احنا كنا بنفتكر زمان او الناس تفتكر ان ضغط الدم ده حاجة بس موجودة في الكبار، لكن للأسف موجود كمان كتير في الأطفال وبدأت معدلاته تزيد، وفي أطفال يحصل لهم ارتفاع في ضغط الدم نتيجة أسباب متعددة في مراحل عمرية مختلفة. كمان حصوات الكلى والجهاز البولي من أشهر الحاجات اللي ممكن تصيب الكلى والجهاز البولي. ممتاز. طيب خلينا ناخذ هذا الاتصال معنا ابو ريان. تفضل اخوي ابو ريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. خير ان شارك بالله. اي تفضل الدكتور يسمعك الان. الله يسلمك ان شاء الله. بغيت استفسر ايش الاعراض الكلى، انك تعرف ان جاتك يعني مثلا بدايه الكلى، والفحوصات يعني كل فتره كم، كل 6 شهور ولا كل سنه يعني مثلا تسوي الفحص؟ يعني هذا السؤال يعني. ممتاز. حاضر أبو ريان، دحين نجاوبك إن شاء الله. نتحدث دكتور أبو ريان، يعني سألنا عن موضوع الأعراض اللي بتصيب الكلى، فتعرف أنه والله الآن عندي مرض الكلى، يعني المقصود طبعا الأطفال بما أنه عنوان حلقتنا عن الأطفال، وحنتكلم برضه عن الفحوصات. تفضل دكتور. أهلا أبو ريان، هو في الحقيقة سؤالك في محله جدا، يعني لأن في كتير من الأسر سواء الوالدين أو المحيطين ممكن الطفل يكون عنده أعراض نتيجة إصابات مختلفة في الكلى، وإحنا ما بنقدرش نتعرف عليها بصورة مناسبة. فمبدئيا في حاجات سهلة جدا إحنا نقدر ناخد بالنا منها، وأشهر حاجة هو التغيرات اللي في البول، يعني سواء كمية البول، حسينا أن كمية البول قليلة، كمية البول زيادة بدرجة مش طبيعية، الطفل دخوله للحمام زيادة عن اللزوم، الأم وبالذات في الرضع الأم تلاحظ أو اللي حواليها يلاحظوا أنه هو بيغير الحفاض بصورة زيادة عن الطبيعي. كمان التغير في لون البول، ممكن البول وبالذات يعني بنهتم أكتر لو البول في لونه تغير للون الأحمر أو اللون البني، ده معناه وجود دم في البول.
وجود ترسبات في البول، وجود بعض المشاكل أثناء عملية التبول نفسها، لأن الطفل يبقى بيشعر بألم أو بيشعر بحرقة مع التبول. دي حاجات سهلة جدا نقدر ناخد بالنا منها ونعرف إن دي في مشكلة في الكلى أو في الجهاز البولي. في حاجات تانية للأسف إن هي ممكن تعدي على بعض الأسر، وللأسف كمان ممكن تعدي على بعض الأطباء، هو يعني الطفل اللي عنده قصور في النمو، ما بينموش بصورة منتظمة، شهيته مش كويسة، عنده أنيميا مزمنة، يجرب إن هو يديله حديد وما بيستجبش الأدوية الحديد أو الفيتامينز، عنده شعوب، عنده غثيان، النمو بتاعه مش كويس، مستواه في المدرسة مش كويس. دي طبعا هي أسباب كثيرة جدا منهم مشاكل في الكلى. فلو الأهل استشعروا إن في مشاكل في الكلى، أو طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال المعالج للطفل شك إن في مشكلة في الكلى، فمن الطبيعي إن هو يبعثه على استشاري أو أخصائي في أمراض الكلى عشان يعمل فحوصات أكتر ونشوف إيه الأسباب اللازمة. يعني السؤال الثاني أبو ريان، أنت بتسأل على الفحوصات الدورية لأمراض الكلى. طبعا يعني احنا ما بننصحش ان احنا نعمل فحص دوري لوظائف الكلى بصورة كل فترة، كل شهر ولا كل سنة. احنا في الغالب لما بيكون في اعراض تقول لنا ان في مشاكل في الكلى بنعمل الفحوصات المناسبة، تمام. لكن لو في فحوصات روتينية سواء للمدرسة او كده وتعمل فيها وظائف الكلى او تحليل بول وطلع فيها اي مشكلة، لازم ناخد الامر بجدية ونعمل فحوصات اكتر عشان نعرف ايه الاسباب وايه العلاج ليها. ممتاز. طيب دكتور، نتحدث أيضا عن محور آخر، موضوع عدوى الجهاز البولي في الأطفال. نبغى نتعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر. عدوى الجهاز البولي في الأطفال أو ما يطلق عليه بارجا أو شائعا هو التهاب البول. هي من المشاكل الشائعة جدا في الأطفال، وخصوصا خلال الأعوام الأولى من العمر. غالبا العدوى بتكون بسيطة ويمكن علاجها بسهولة جدا، لكن للأسف لو ما تشخصتش وتعالجت في الوقت المناسب وبالشكل الكافي، للأسف بيكون ليها مضاعفات قد تؤدي إلى تلف في الكلية. الإصابات بتاعت الجهاز العدوى الجهاز البولي ممكن تحصل في أي عمر، من أول الأطفال حديث الولادة لغاية كل الأعمار، لكن خصوصا في الأطفال احنا عندنا الفتيات هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز البولي أكثر من الذكور، لأن زي ما قلنا قبل كده أن قناة مجرى البول بتبقى قصيرة بالمقارنة بالذكور، فسهل جدا أي التهابات خارجية أو أي ميكروب يلوث فتحة البول ناتج من البراز ممكن يعمل التهابات في الجهاز البولي. كمان الأطفال اللي أجروا عملية الختان نسبة حدوث عدوى الجهاز البولي بتبقى أقل كتير من الأطفال اللي ما عملوش الختان. أغلب التهابات أو عدوى الجهاز البولي بتحصل عن طريق ميكروبات. الميكروبات دي قد تكون فيروسات أو بكتيريا، لكن النوع الأكثر والمعدل الإصابة أكثر هو بالبكتيريا، وخصوصا في بكتيريا اسمها الإيكولاي. الإيكولاي دي بكتيريا بتعيش بشكل طبيعي في الأمعاء، بتخرج في البراز، ممكن تبقى موجودة على الجلد حوالين المستقيم أو حوالين الجهاز التناسلي في الفتيات، فسهل النهاية ممكن تعمل التهابات في الجهاز البولي. كمان من الحاجات اللي ممكن تزود إمكانية حدوث عدوى الجهاز البولي في الأطفال زي ما قلنا قبل كده المشاكل التخلقية في البول، الجي والانسداد أو ارتجاع في البول من المثانة للحالب. في كمان حاجات منتشرة جدا الوقت ده، الأطفال في السن ده بيحبوا إن هم يتفرجوا على تلفزيون كتير، يلعبوا جيمز، يقعدوا على الكمبيوتر بصورة طويلة، فبيحبس البول. حبس البول لفترات طويلة ده بيسمح للبكتيريا بالنمو، يسبب التهابات أو عدوى في الجهاز البولي. كمان زي ما تفضلت قبل كده وقلت، عدم شرب كمية مناسبة من السوائل للتخلص من البكتيريا كمان ممكن يزود نسبة حدوث التهابات الجهاز البولي. بعض الأطفال اللي عندهم إمساك مزمن ده برضو ممكن يزود نسبة الإصابة بالجهاز البولي، لأن الإمساك ده بيحصل ضغط على المسالك البولية وبيمنع تدفق البول بصورة كويسة، فبيبقى في فرصة أسهل للبكتيريا إن هي تنمو. ممتاز. طيب دكتور، خلينا نتحدث عن موضوع الأعراض، الأعراض اللي بتصيب الطفل لما يجي طبعا العدوى في الجهاز البولي.
والله الأعراض اللي بتفي اللي ممكن تظهر على الأطفال نتيجة التهابات الجهاز البولي هي أعراض مختلفة على حسب العمر وعلى حسب مكان الالتهاب. فعدوى الجهاز البولي ممكن يحصل التهابات في الجزء الأعلى من الجهاز البولي وهو الكلية، أو يحصل التهابات في الجزء الأسفل من الجهاز البولي المسالك البولية زي التهاب المثانة، التهاب الحالب، أو التهابات مجرى البول. في الأطفال الصغار في الرضع وفي الأطفال اللي لسه مش تويلت ترين، اللي لسه ما تعودوش إن هم يروح الحمام، ممكن يلاقي فيه أعراض زي ارتفاع في درجة الحرارة من غير ما يكون فيه سبب واضح لارتفاع في درجة الحرارة دي، يعني ما فيش كحة، ما فيش زكام، ما فيش مشاكل في الجهاز الهضمي، مجرد ارتفاع في درجة الحرارة ومش عارفين سببه إيه، ده ممكن يكون التهابات في الجهاز البولي. كمان كثرة البكاء وتلاقي الطفل فيه تهيج واضطراب، ده ممكن يكون بسبب الألم اللي بيسببه التهابات الجهاز البولي. كمان الغثيان ونقص الشهية، القيء والإسهال المستمر من غير ما يكون عندنا نزلة معوية أو يكون في سبب واضح في الجهاز الهضمي، ده ممكن تكون من أعراض التهابات الجهاز البولي. كمان ممكن نلاقي في الطفل وخصوصا الأطفال الصغيرين عدم النمو الجيد وعدم الزيادة في الوزن، ده ممكن تكون أعراض التهابات في الجهاز البولي. كمان ريحة البول، الأم تلاحظ أن ريحة البول رائحة كريهة أو نفاذة أو وجود دم في البول، كل دي ممكن تكون علامات لعدوى الجهاز البولي. الأمور تبقى أسهل كتير في الأطفال الأكبر عمرا، نلاقي فيه ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن نلاقي فيه غثيان ونقص في الشهية، نلاقي فيه زيادة في عدد مرات التبول، ممكن وجود ألم أو حرقة أثناء التبول، ممكن البول ما ينزلش طبيعي، ينزل على هيئة قطرات، ممكن يتغير لون البول أو يكون فيه دم أو ترسبات أو تغير في رائحة البول. لو في التهابات في الكلى ممكن يحصل آلام شديدة في البطن أو في الظهر، ممكن يحصل سلس بولي، الطفل يبدأ ما يتحكمش في البول أثناء النهار وأثناء الليل، ممكن يصحى كتير من النوم عشان يروح الحمام، وحتى ممكن ما تكونش كمية البول كتيرة بس ممكن عدد المرات هو اللي كتير لأن في تهيج وفي التهابات في الجهاز البولي. فلو تلاقينا أي حاجة من الأعراض دي ضروري إن احنا نستشير الطبيب ونعمل الفحص المناسب عشان نشوف في التهابات أو في عدوى في الجهاز البولي ولا لا. ممتاز، يعني الدكتور ما قصر، ذكر لنا الأعراض اللي ممكن تصيب الأطفال في متعلق بالجهاز البولي، فعلى طول أول ما تشوف أنه في نوع من هذه الأعراض تتجه مباشرة إلى الطبيب، وبإذن الله الطبيب يتخذ الإجراء المناسب لحالة طفلك. طيب حنتحدث عن موضوع التشخيص والعلاج والوقاية لهذه العدوى، لكن حنضطر نطلع هذا الفاصل، فخلوني أذكركم قبل ما نطلع بأرقام التواصل لإتاحة الفرصة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. الرقم الأول 0112-1785-585، الرقم الثاني 0126-1611-00، رسالتك النصية عن طريق STC 85-1040 وزين 70-13-13 وموبايلي 66-3-1. نطلع فاصل ونواصل. يا أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثالث من برنامج طبابة، وحديثنا اليوم زي ما ذكرنا عن أمراض كلى الأطفال. تحدثنا قبل هذا الفاصل عن عدوى الجهاز البولي في الأطفال، وذكرنا الأعراض اللي ممكن تصيب طفلك والطريقة الصحيحة أنه أنت تتوجه فيه إلى الطبيب المختص لتشخيصه وعلاجه وإعطاء يعني الخطة العلاجية المناسبة. طيب دكتور أرجع لك من جديد، خلينا الآن نتعرف على طريقة تشخيص عدوى الجهاز البولي عند الأطفال. تشخيص عدوى الجهاز البولي إن شاء الله يعني بسيطة، احنا بنعتمد على فحص البول سواء الفحص الفيزيائي للبول عشان نشوف بعض المواد وبعض الإنزيمات ممكن من وجودها نشتبه في وجود التهابات في الجهاز البولي، بنفحص البول تحت الميكروسكوب، نتأكد من وجود كرات الدم البيضاء أو مجازر بنقول عليها الصديد أو وجود بكتيريا. لكن التشخيص الأكيد لعدوى الجهاز البولي هي بعد عمل مزرعة للبول. مزرعة البول هتقول لنا إذا كان في بكتيريا، إيه نوع البكتيريا اللي موجودة، ومش بس كده لا، بنعمل اختبار للبكتيريا دي عشان نعرف ايه المضادات الحيوية المناسبة
ايه اللي بنحتاج ان احنا نديها على حسب نوع البكتيريا. وده طبعا مزرعة البول لازم تتعمل، لازم تتاخد بطريقة مناسبة عشان نتأكد ان ما فيهاش تلوث. تاني حاجة لازم نعمل مزرعة البول قبل ما نبدأ العلاج. لو كنا الموضوع بسيط يمكن ننتظر نتيجة المزرعة بعدين نبدأ العلاج، لكن لو كان في احتمالية حدوث عدوى في الجهاز البولي عالية أو الطفل عنده أعراض شديدة، فنعمل مزرعة البول ونبدأ المضاد الحيوي لغاية ما تطلع نتيجة مزرعة البول، وبعد كده نغير المضاد الحيوي على حسب نتيجة المزرعة. ده التشخيص الأساسي لالتهابات الجهاز البولي. لكن ممكن الطبيب يحتاج إن هو يعمل بعض فحوصات الدم وبعض الأشعة على حسب حالة الطفل وعلى حسب إن هو شاكك إن في مشكلة في الجهاز البولي، محتاجين نعمل أشعة، هل الميكروب ده وصل للدم وفي أعراض محتاجين إن احنا نعمل مزرعة الدم أو صورة الدم على حسب الطبيب ما يشوفها. لكن مبدئيا تحليل البول ومزرعة البول هي الركيزة الأساسية، وبالذات مزرعة البول لتشخيص عدوى الجهاز البولي. العلاج بقى يعني بننصح طبعا الأم إن هي تدي كمية مناسبة من السوائل للطفل، تنصحه ان هو يزود عدد مرات التبول حتى يتخلص من الصديد والبكتيريا اللي موجودة في الجهاز البولي. لو في ألام أو في ارتفاع في درجة الحرارة ممكن نستعمل بعض أنواع المسكنات الآمنة على الكلى، والمضاد الحيوي على حسب ما الدكتور يقرر أو بعد نتيجة المزرعة، هو ده العلاج الرئيسي لو في عدوى بكتيرية في الجهاز البولي. ممتاز. لكن يهمنا قبل ما نتكلم على العلاج وقبل ما قبل ما نقول العلاج ايه، ان احنا الوقايه، احنا الافضل ان ما يحصلش التهابات في الجهاز البولي. ففي حاجات مهمه جدا لازم الام تاخد بالها منها وتنصح بيها الطفل. لازم تديله كميه كفايه من الميه والسوائل، تنبه على الطفل ان هو ضروري ان هو ما يحبس البول ويذهب للحمام كل ما حس ان هو عنده رغبه في التبول، لازم يروح ويحصل تفريغ كامل للبول. لأن يعني في كتير من الأطفال بيبقى مشغول باللعب، مجرد أنه هو عايز يروح الحمام بيفضل يحبس لحده لغاية ما يبقاش قادر يتحمل، بيروح الحمام مجرد أن الإحساس قل شوية ما بيكملش تفريغ المثانة ويرجع يكمل لعب تاني، فده بيزود حدوث التهابات الجهاز البولي. في الأطفال الصغار لازم نغير الحفاض بصورة منتظمة عشان ما يحصلش تلوث لمنطقة فتحة البول بالبراز. في الأطفال الأكبر من كده شوية لازم نعلمهم إزاي ينظفوا نفسهم كويس وإزاي تجفيف المنطقة بصورة مناسبة، وبالذات في البنات نعلمهم دايما أن التنظيف بيبقى من الأمام للخلف، لأن لو حصل العكس ممكن بقايا البراز تتنقل لفتحة البول تعمل التهابات في الجهاز البولي. لازم الأم تحرص أن الملابس الداخلية تكون قطن، ما تستعملش أي مواد صناعية تعمل تهيج أو تقلل دخول الهواء في المنطقة اللي تحت. برضو بننصح عدم لبس الملابس الضيقة، سواء البناطيل الضيقة أو الملابس الداخلية الضيقة، كل دي بتزود الرطوبة وتزود فرصة حدوث التهابات الجهاز البولي. لو في إمساك ضروري إن احنا نتوجه للطبيب وناخد العلاج المناسب، لأن الإمساك بيزود فرصة حدوث التهابات الجهاز البولي. الختان والحمد لله من سنن الفطرة، الختان وجدوا ان هو بيقلل كتير نسبة حدوث التهابات الجهاز البولي في الذكور. ممتاز. طب عندنا اتصال هاتفي، خلينا نشوف مين معانا. اهلين، تفضل، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عرفنا بنفسك. بولي عبد الرحمن. حياك الله اخوي عبد الرحمن، الدكتور يسمعك، تفضل. حبيت اشارك والله في البرنامج. طيب بس استاذنك تقفل الراديو وتتكلم معنا عن طريق التليفون عشان نقدر نسمعك. يلا يلا. الله يسعدك ان شاء الله. يلا. اتفضل عبد الرحمن. تفضل. اتفضل الدكتور يسمعك. طيب تقدر ترجع تتصل علينا عبد الرحمن وجميع المستمعين من خلال رقم التواصل التالي 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-6161-100، أو تقدر ترسل رسالتك النصية عن طريق السيسي 8-5-10-40 أو زين 70-13-13 أو موبايلي 66-3-1. طيب أنا بس برجع أذكر بما قاله الدكتور، يعني الدكتور قال نقطة مهمة جدا بركز عليها، موضوع الوقاية، وبالتحديد في نقطة يعني الأولاد لما بيمسكوا، سواء أولاد أو بنات يعني صغار،
بيمسكوا الأجهزة البلاي ستيشن والآيباد والأمور هذه، فبتلاقيهم يعني للأسف أنهم بيقعدوا عليها ساعات طويلة، وزي ما ذكر الدكتور فبيحبسوا البول، وهذا بيسبب لهم للأسف مشاكل كبيرة جدا. فهنا نرجع نتكلم عن موضوع التربية والتعويد والأمور هذه، فلازم تعود ابنك على أنه هذا الموضوع شيء مهم جدا، أنه أنت في حال شعرت أنه والله تحتاج الحمام الله يعزكم يكرمكم تتوجه على طول على الحمام، ما تحاول أنه أنت تحبس موضوع البول، لأنه حيسبب لك فيما بعد مشاكل ممكن تكون كبيرة تكبر مع الزمن. فموضوع التربية والتعويد هذا يعني شيء يرافق موضوع الوقاية، يعني أنا مش فقط في بهتم بلبس أنه ألبسه الواسع نعم والأمور الثانية ذكر الدكتور، لكن برضو موضوع التربية والتعويد أنه هذا لمصلحتك يا ابني، أنت بتسوي الشيء ذا لمصلحتك. فهنا مسألة التعويد، ونبين للأبناء أنه هذا شيء مهم جدا، لازم تسوي الشيء ذا عشان صحتك عشان عافيتك عشان لما تكبر تكون بطل وتكون إنسان يعني بكامل صحتك وعافيتك. طيب أكيد أكيد. خلينا الآن دكتور ننتقل لموضوع التبول اللا إرادي الليلي عند الأطفال، نبغى نتكلم على أنواع التبول اللا إرادي الليلي عند الأطفال. في الحقيقة دي مشكلة شائعة جدا، وكويس أن أنت فتحت الموضوع ده، أن من الحاجات اللي فعلا مشكلة منتشرة جدا، وللأسف أن هي بتأثر بالسلب على مش بس على الطفل وعلى الأسرة كمان، يعني نفسية الطفل بتتأثر، وخصوصا لو الطفل تقدم في العمر ولسه ما عندوش تحكم في البول أثناء الليل، خصوصا لو راح رحلات مع الأطفال أو قضى كام ليلة عند قرايبه أو أصدقائه، فده بتسبب له مشكلة نفسية كبيرة جدا. تمام. كمان بتسبب كتير من القلق والانزعاج للأسرة. بس الحاجة الكويسة إن التبول الإرادي بيقل تدريجيا مع العمر، يعني المفروض ان التحكم في البول اثناء الليل بيحصل عن تقريبا سن 5 سنوات. تمام. بنلاقي مثلا نسبه الاصابه عند سن سنوات حوالي 10% من الاطفال عندهم تبول لا ارادي ليلي عند سن 6 سنوات، تبدا تقل مع العمر لغايه ما نوصل لاقل من 1% عند سن 15 سنه. بس حتى النسبه 1% دي بتسبب مشاكل كبيره جدا للاطفال وللاسر، خصوصا اذا اتعاملنا معاها بطريقة غير محترفة، بطريقة ممكن تأثر بالسلب وتزود الموضوع وتقلل فرص نجاح العلاج كمان، زي ما نذكر دلوقتي. المفروض ان التحكم قلنا بالليل بيحصل عن سنة تقريبا 5 سنوات. في عندنا نوعين من التبول الإرادي الليلي. النوع الأولي ان الطفل عمره ما تحكم في البول لغاية ما وصل لسن 5 سنوات او اكتر من 5 سنوات. تمام. النوع الثانوي ان الطفل فعلا بدأ يبقى وتحكم في البول قعد فترة أكتر من 6 شهور، وبعد كده رجع انتكاسة، رجع تاني يعمل بالليل، رجع تاني يبلل الفراش. أسباب التبول اللا إرادي، ما فيش سبب واحد أو سبب محدد للتبول اللا إرادي، لكن في كتير من العوامل اللي بتؤدي للتبول اللا إرادي. أول حاجة العامل الجيني، كتير قوي من التبول اللا إرادي بيبقى موجود في الأسر، يعني غالبا الطفل اللي عنده تبول لا إرادي بنلاقي نسبة كبيرة أن أحد الوالدين أو كلاهما أو حد في العيلة كان عانى من نفس الموضوع، أن ليها عامل جيني أو عامل وراثي. كمان موضوع مهم جدا الاضطرابات النفسية، دايما الطفل لو نشأ في بيئة مش مظبوطة، في خلافات دايما بين الأفراد الأسرة، حصل له مشكلات في المدرسة، حصل غيبة نتيجة هو الطفل الكبير وبدأ يبقى فيه طفل جديد أخذ كل اهتمام الأسرة، كل ده بيأثر على الطفل وبيخلي يحصل له، ممكن يحصل له تبول لا إرادي، وخصوصا إذا كان بدأ يتحكم في البول قبل كده. كمان من الحاجات اللي ممكن تزود الموضوع السوائل، إن احنا نشرب سوائل كمية كبيرة، وبالذات نتناول السوائل المحتوية على حاجات مضرة للبول زي مثلا المياه الغازية وبالذات الكولا، من الحاجات المضرة للبول جدا. الأطفال اللي بدأوا يعطيهم شاي وبالذات قبل النوم برضو مش كويس، الشوكولاتة من الحاجات المضرة للبول، كل الحاجات دي ممكن تزود موضوع التبول اللا إرادي بالليل. في أطفال كتير جدا السبب الرئيسي هم بيقدمون بتاعهم عميق جدا، لدرجة ان هم ما بيوصلهمش إحساس المثانة الممتلئة والرغبة بدخول الحمام،
عملية النوم العميق. كل دي أسباب مش عضوية، لكن في بعض الأسباب العضوية اللي تؤدي للتبول اللا إرادي، ودي نسبتها لحسن الحظ قليلة جدا، لا تتعدى 1 أو 2%، زي مشاكل تخلقية اللي قلنا عليها قبل كده في الجهاز البولي، التهابات الجهاز البولي ممكن تعمل كده. إذا كانت مشاكل في المثانة، سواء حجم المثانة صغير ما بياخدش كمية كبيرة من البول، أو يبقى في مشاكل وظيفية في المثانة زي المثانة العصبية، الإنسان المسلم ممكن يعمل كده. التهابات خارجية بالذات في منطقة الجهاز التناسلي والمهبل في البنات ممكن تعمل تهيج في المنطقة دي وتخلي البنت تعمل بالليل. الديدان الدبوسية، الديدان الدبوسية معروفة من الحاجات اللي بتعمل إريتيشن، بتعمل تهيج في المنطقة دي وممكن تسبب التبول لا إرادي. للأسف مرض السكر من أعراضه زيادة السوائل وزيادة التبول الاثنين أثناء الليل وأثناء النهار. وفي كثير من الأطفال اللي بيتشخصوا الأول مرة بمرض السكر بتبقى شكوتهم الأساسية التبول أثناء الليل. طيب دكتور، عندنا اتصال من فهد، تفضل أخوي فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟ طيبين؟ إياك الله، مرحبا بك أخوي فهد. دكتور أنا اسمعني دكتور؟ إيه اسمعك دكتور. اسمعك تفضل. حبيبي أنا عندي بحيان يجيني مساك يوم كامل، يوم ونص كذا ما راح حمام مساك، وشوية يجيني بحيان إسهال. إيش تنصحني في دواء؟ حضرتك بتتكلم على البول ولا البراز الله يعزك؟ بول بول البول. بتقعد يوم كامل يوم ونص؟ ألو؟ إيه فهد تفضل. أيوة حضرتك تعاني من الموضوع ده ولا في حد من الأطفال؟ أنا أعاني منه. أوكي، طبعا هو في الجو الحر اللي احنا فيه دلوقتي مع زيادة التعرق والجسم بيفقد سوائل كتير، زي ما قلنا قبل كده لما عوضناش السوائل اللي الجسم بيفقدها دي من السوائل، ده للأسف بيقلل كمية البول. دي بتبقى حاجة مؤقتة لغاية عشان الجسم يحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، لكن لو فضلنا فترة طويلة ما بناخدش كمية سوائل كويسة ده ممكن يأثر بالسلب على وظائف الكلى. فالنصيحة زي ما قلنا قبل كده ضروري ان احنا نزود من السوائل، سواء الماء او العصائر او الحليب، لازم يبقى فيه كمية سوائل مناسبة. بس لو الموضوع ده تكرر ان في كمية البول مش كويسة، حاسس ان هي كمية قليلة بالرغم من شرب سوائل بصورة مناسبة، ضروري ان احنا نستشير طبيب الكلى او طبيب الباطني عشان يشوف ايه الاسباب. ممكن يكون في مشاكل لا قدر الله في الكلى او في الجهاز البولي. ممتاز. طيب نستاذنك دكتور، نستاذن جميع المستمعين، نطلع هذا الفاصل ونرجع ان شاء الله نكمل جزءنا الاخير. مرحبا فيكم في الجزء الاخير من برنامج طبابه. حديثنا قبل الفاصل كان عن موضوع التبول اللا ارادي الليلي مع الدكتور عاطف الموقي، والآن دكتور نبغى نتحدث عن موضوع العلاج الخاص بهذه المرض. علاج التبول اللا إرادي الليلي هو الجزء الرئيسي منه هو العلاج السلوكي والعلاج التحفيزي. يعني لازم نعمل توعية كويسة للأسرة وبالذات الأب والأم، دايما ما يظهروش الغضب أو إن هم متضايقين من اللي بيحصل ده، لازم يحسسوه إن هو مريض ومحتاج للعلاج. دايما ما نوبخش الطفل او نعاقبه او نحاول ان احنا نتكلم قدام الاغراب عن الموضوع ده، كل ده بيسبب مشاكل نفسيه للطفل وبيأخر كمان العلاج. لازم نشجع الطفل بالعكس، يعني لو في ايام فيها جفاف لازم نديله مكافاه. زي ما بنشجعه لازم نحمله جزء من المسؤوليه، يعني الطفل هو لما يروح يزور الطبيب عشان يشتكي من المشكلة دي لازم هو اللي يعبر عن نفسه، لازم هو اللي يناقش الطبيب، ده بيحمله جزء من المسؤولية. ممكن الأم تخليه يعمل عمل بسيط جدا زي إنه هو يغير ملابسه بنفسه، يشيل الفراش المبتل، كمان نخليه يعمل جدول بالملاحظات الأيام اللي عمل فيها واللي ما عملش، كل ده بيديله تحفيز إنه هو يخف بسرعة.
كمان مهم جدا ان احنا نحرص ان احنا ما نديش كميه كبيره من السوائل وبالذات الحاجات اللي قلنا عليها المضره للبول قبل النوم. ضروري الطفل قبل ما يخش ينام لازم يدخل الحمام ويفضي المثانه كامله عشان ما يبقاش في كميه بول ممكن تزود الموضوع وهو نايم. مطلوب من الاب والام ان هم يحاولوا ان هم يصحوا الطفل مره او مرتين بالليل ودايما في نفس الميعاد ودايما يتاكدوا ان الطفل فاق من النوم العميق بتاعه ده عشان يودوه الحمام. بعد كده اما يبدا يحس بالرقبه اثناء الفتره دي هيصحى من نفسه، عقله الباطن بيبقى منتبه اثناء الفتره دي فيقوم بنفسه ان هو يروح الحمام. في حاجات جديده دلوقتي، في الات تنبيه بتتركب في فراش الطفل مجرد ان يبدا تبتل بالبول تبدأ تنبه الطفل عشان يقوم يروح الحمام. في بعض الأطفال بنشك إن عندهم مشكلة في المثانة لازم ندرب الطفل إن هو يحبس البول لفترات قليلة بتبدأ نزودها تدريجيا عشان تخلي المثانة تتسع الكمية أكبر من البول فما يزودش الموضوع. بعد كل التعليمات دي لو فشلت لا قدر الله في علاج دوائي على حسب الحالة وعلى حسب رؤية الطبيب، ممكن في بعض العلاجات الدوائية اللي بتصلح الموضوع ده إن شاء الله. جميل. طيب دكتور قبل ما نختم بقي لنا تقريبا 3 دقائق، فنبغى بس ناخذ منك نصائح دكتور ختامية يعني عن موضوع حلقتنا اليوم كل ما يتعلق بأمراض كلى الأطفال والأمراض والمحاور اللي تحدثنا عنها اليوم، ف نصائح كده جميلة دكتور نختم فيها. زي ما تكلمنا قبل كده ان الكلى مهمة جدا مش بس للسوائل لكل أعضاء الجسم، لازم نحافظ على الكلى نحافظ على وظائفها. ضروري ان احنا ناخد كمية كبيرة من كمية مناسبة من السوائل على حسب عمر الطفل. ضروري ان احنا ننبه على الطفل ان هو يروح الحمام عند الحاجة ما يبقى خرشة البول. ضروري من الأم إن هي في أي لحظة تشتبه إن في مشاكل في الكلى في الكلى أو في الجهاز البولي إن هي تتوجه للطبيب وتاخد استشارته. ممكن يكون في حاجة لو اكتشفناها بدري تمنع مشاكل كتيرة جدا، خصوصا إن الفشل الكلوي في الأطفال دلوقتي نسبته زادت كتير جدا وبقت مشكلة كبيرة. في أطفال كتيرة جدا دلوقتي تحت الغسيل الكلوي أو يحتاجوا يعملوا زراعة كلى، فلازم ناخد بالنا من الأعراض لأن الفشل الكلوي ما عادش مشكلة البالغين بس زي ما كنا بنفتكر. دلوقتي في أطفال كتيرة جدا مشخصين عندهم فشل كلوي سواء فشل كلوي حاد أو مزمن وبيحتاجوا الدايلازا أو الغسيل الكلوي سواء البريتوني أو الغسيل الدموي، ودي من الخدمات اللي احنا بنقدمها هنا في سليمان الحبيب ان شاء الله ما نحتاج لهاش لا لاطفالنا ولا اطفال اي حد. لكن ضروري ان احنا ناخد بالنا حتى لو بدايه الموضوع بدايه بسيطه جدا نستشير الطبيب وناخد رايه ولو شكينا في اي حاجه، خصوصا الاعراض اللي ممكن نفتكر ان هي حاجات بسيطه. يعني انا عايز اقول لك ان الفشل الكلوي الحاد ده مجيلي طفل فشل كلوي حاد مع ان الكلمه سيئه وممكن تخوف الاهل، بس انا كتير بفضله عن الفشل الكلوي المزمن. الفشل الكلوي الحاد بنشخصه بدري عشان اعراضه بتبقى شديده وبنتدخل في الوقت المناسب وبنمنع تدهور الحاله، لكن الفشل الكلوي المزمن اللي قعد فتره طويله جدا عشان يحصل للاسف لا يرجى شفائه، يحتاج ان الطفل يقعد فترات طويلة على الغسيل الكلوي لغاية ما يحصل زراعة للكلى. فالوقاية اهم كتير جدا من العلاج عشان ما نوصلش المرحلة من المراحل ان احنا تغير فيها حياة الطفل تخليه يحس ان هو غير لائق للحياة. لو تشوف الأمراض الفشل الكلوي في الأطفال فعلا الطفل بيبقى حياته بائسة. الوقاية 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 وكلها حاجات بسيطة زي ما كلمنا فيها قبل كده ده هتمنع مشاكل كبيرة جدا إن شاء الله. يا سلام، جميل جدا. إذا نصائح جميلة من الدكتور، وزي ما ذكر لكم مكرر لكم الدكتور الوقاية 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 لأهمية الوقاية فعلا، وإنه خلاص إحنا ما نبغى نوصل لمراحل تكون موضوع العلاج صعب علينا وحياة الشخص لما بيكبر بيكون حياة صعبة جدا بيعاني في حياته. فلا، ليش من البداية ما احنا نطبق الأمور والنصائح اللي هي بسيطة جدا ونعيش في المستقبل بصحة وبعافية.
تساعدنا في أنه إحنا نعيش حياتنا بسعادة بإذن الله. أنا أتمنى لكم كل الصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. وحاب أشكر الدكتور عاطف الموجي استشاري الأطفال وأمراض كلى الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ سعيد وشكرا للسادة المستمعين، ونتمنى أن احنا نكون ضيف خفيف عليكم، ونكون المعلومات البسيطة اللي قدمناها تساهم في الحفاظ على صحة أطفالنا وتمنع مشاكل كثيرة جدا نقدر نتجنبها. أكيد هابي ويكند إن شاء الله. أكيد خميس مبارك عليكم وعلينا. أمين يا رب. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم أنتم كمان مستمعين الكرام على استماعكم لهذه الحلقة. الحلقة هذه والحلقات الماضية والقادمة دائما أكرر أقول أنها موجودة على اليوتيوب، تابعوا حساب الإذاعة على اليوتيوب إذاعة ألف ألف، وحتى كمان في وسائل التواصل المختلفة الفيسبوك وكمان الإنستغرام وتويتر، تلاقون فيها دائما الجديد والمفيد وكل ما يتعلق ببرامج إذاعة ألف ألف. لا تروحون بعيد، في أمان الله.